مدام نبيلة. مدام نبيلة، السلام عليكم. السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام ازي ورحمة الله حضرتك؟ وبركاته، أهلا بيكي. من فضلك ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ اتفضلي. طبعا. شكرا. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا بدأت أحفظ قرآن من ما سن شاء الله المعاش، ما شاء الله والمحفظة اللي أنا بحفظ معاها اتعلمت التجويد، ما شاء الله ما شاء الله. بتأنبني تأنيبات فظيعة ليه؟ لدرجة أوقات كتير كنت هتوقف، مع إنها بتقول لي أنت سريعة الحفظ ومنتظمة جدا جدا، لأنه أنا لما باجي أسمع ممكن أغلط في غنة، ممكن افوتها، ممكن في همس التاء ما اقولش همس التاء، ممكن اقول مثلا بدل 4 حركات مد 3 وهكذا، لكن يعني مش بغلط في التشكيل ولا في الكلام نفسه، بس التأنيب لدرجة ان انا كنت هتوقف عن الحفظ. انا دلوقتي الحمد لله الحمد لله وصلت لاخر الجزء 29. الله ما أكبر شاء الله عليكي. فهل هل انا اللي غلط؟ لان انا ببقى زعلان قوي، هل انا اللي غلط؟ هل المفروض احفظ على حسب قدراتي، خصوصا ان انا حفظت في سن متاخر، ولا هي لازم بتقول لي انت لازم تسمعي كما انزل على الرسول عليه الصلاة الصلاه عليه والسلام. الصلاه والسلام، هل هي الصح ولا طيب انا حاضر اللي صح، حاضر. ولا انا هتوقف ومش عايزه اكمل؟ ليه ده ارجو انت خلاص ان فاضل اسمع جزء. راي حضرتك. حاضر تابعينا يا مدام نبيلة. استاذنك فضيله ويتمنى ان الشيخ هي كمان تسمعني لو هي بتسمع تلفزيون مثلا. ان شاء الله مثلا. صح مدام طيب نجلاء. طيب حاولي طيب تكلمينا مره تانية. طب اتفضلي هو فضيله الشيخ. بالنسبة القرآن الكريم نور، كله حفظه نور وقراءته نور والعمل به نور وصلاح وإصلاح للنفس وللفؤاد وللقلب وللحياة كلها. فطيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فواضح أن المعلمة طبعها عنيف شوي، زي الشيخ زمان بتاع الفلك، كنا في الكتاب كده. ايوه الشيخ كان يمسك الرأس كده اللي بحفظ ويفلكه. عارف الفلكة ولا بتعرفهاش؟ لا اسمع، انا يعني اسمع بتعرفها؟ اسم بس لا ما انا اعرفش ايه شفتها بيعملوا بس بيها ايه. انا ما يعني ما تعملش معايا بس شفتها. فكان رجليه كده لفوق، وطبعا يربطها. في تتربط وفي خشبة كده يضمها يضمها كده، وفي عيلين يقفوا بالخرزانة على رجله يديله لحد عشان يحفظ القرآن ويبقى كويس. الحقيقة العنف في التعليم خطأ. في وسائل كثيرة جدا. العنف في التعليم خطأ. أنا بقول لكم أهو. ده مش صح. بيجيب نتيجة ونتيجة رائعة، ولكن بيترك مشاكل، وخاصة عند الأطفال أو الكبار حتى. حتى الكبار. من الولاد اللي ألحدوا قعدنا معاهم كان حافظ القرآن. دي كارثة. وبعدين فكان في بعد نفسي في الموضوع. فبسأله قال لي بابا اما كان الشيخ يجي يحفظ القرآن وبعدين محفظي، فكان يجيب معلقة يسخنها ويلسعني بيها. فضلت معه لحد ما دخل الجامعة، وهو في الجامعة ما فيش دين بقى، ودخل في مشوار تاني خالص، والحمد لله رجع. فالشاهد الشاهد العنف في التعليم لا يتماسب مع القرآن ولا مع تعليم تجيب النبي نتيجة عليه عكسية. الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنما التعليم ينبغي أن يكون فيه رحمة، مش معنى ذلك ما يكونش فيه حزم. لا، التعليم واجب أن يكون فيه حزم، ولكن هناك فارق كبير بين الحزم في التعليم والتعجيز وما بين التعنيف وتبكيد. طيب هي كده شخصيتها كده. انت وصلت الحمد لله مدام لحد 29. كملي استحملي، انت استحملتي ما شاء الله ان انت تحفظي 29 جزء، فكملي الجزء الفاضل، واعرفي ان ان شاء الله القرآن ده بركة بالنسبة لك. وده على فكرة بالمناسبة في ملمح مهم جدا، كانوا يقولوا لنا زمان التعليم في الكبر كالنقش على الماء. غلط غلط كبير. تعليم في الكبر ليس كالنقش على الماء. الصحابة حفظوا القرآن بعضهم فوق 60 سنة، وبالتالي احفظوا يا جماعة، احفظوا القرآن، احفظوا واقرأوا القرآن، والرجوع إلى القرآن في حد طول ما ذاته في نور. حياة وفي روح بالظبط. ف
يعني ما نقولش انه خلاص ولا مش هينفع ولا ما بالظبط منوش فايده، لا بالعكس كملي يا مدام واستحمليها معلش. ربنا يجازيكي خير يا رب.